يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده يوم مكسيكي بامتياز. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل فاهيتا لحم وهنحطها جوه عيش تورتيه. عيش تورتيه ده عيش سهل جدا وبسيط جدا، عملناه في حلقات قبل كده. النهارده هنستخدمه زي ما هو، احنا قبل كده عملنا العيش نفسه. ايه كمان؟ هعمل فراخ، برده خلطه فراخ كده لطيفه جدا بالجنزبيل وبالعسل، طعمها خطير جدا. وكمان هنعمل خلطه من الجبن والفاصوليا الحمراء والهالوبينو الفلفل الحامي المخلل. كمان هنعمل سلطه شهيره جدا في العالم كله اسمها بيكو دي جايو. دي سلطه مكسيكيه شهيره، طعمها حلو جدا، شكلها حلو، القيم الغذائيه فيها عظيمه جدا. هطلع فاصل، بعد الفاصل هرجع لكم نشتغل في الوصفات المكسيكيه. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية، رجعنا من الفاصل. يلا نعمل بقى فاهيتا اللحمه ونعمل خلطه الفراخ اللي بالجنزبيل والعسل والصويا صوص، ويلا نحشي الكلام ده كله في التورتيه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا اول حاجه هنبتدي بيها هي وصفه فاهيتا اللحم اللي جوه عيش التورتيه. المقادير بسيطه جدا، احنا محتاجين ايه؟ محتاجين فلفل متقطع شرايح، هاتوا فلفل ملون اصفر واحمر واخضر، ثوم مفروم، بصل متقطع جوليان، ونص كيلو شرايح لحمه. هنعمل ايه؟ هنسخن طاسه كويس جدا، لازم تبقى الطاسه سخنه كفايه علشان اللحمه دي ما تاخدش وقت في التسويه. طب ايه هو نوع اللحم اللي انا مستخدمه هنا؟ ده لحمه انتركوت، انا مقطعها شرايح حتى هتلاحظوا فيها ايه حته الدهون كده باينه. اللحمه دي زي ما هي كده على طول هاخدها وانزل بيها، بس هفركها قبل ما انزل بيها كده عشان ما تنزلش على بعض، عايزها كده تنزل كده متفرطه شرايح اللحمه في الطاسه السخنه كفايه. سيبها كده ومش هقلبها على طول علشان تاخد لون حلو زي الفل. هعمل ايه؟ هاخد رشه الملح ورشه الفلفل الاسود، واجيب جنبي هنا بقيه المقادير، البصل والثوم والفلفل. وصفه سريعه ما بتاخدش وقت وطعمها اخر شياكه. حلو، دلوقتي ممكن ادي تقليبه سريعه كده، وبقعدش اقلب كتير، يعني تقليبه واحده واسيبها شويه، تقليبه واحده واسيبها شويه عشان تاخد لون، عايز لونها محمر، مش عايز شكلها مسلوق، مش عايزها تجيب الميه بتاعتها. سيبها كده كمان 30 40 ثانيه. اقدر دلوقتي بقى ادي تقليبه اخيره قبل ما احط البصل والثوم. ريحه حلوه جدا، مع اني لسه ما حطيتش اي بهارات، هو ملح وفلفل مع اللحمه، بس ريحه التشويح نفسها حلوه. هنزل دلوقتي كده بالبصل وادي تقليبه بعد ما حطيت البصل. مش عايز الخضار يستوي جامد، عشان كده مش هطول في الخطوه دي، خطوه الخضار دي مش هطول فيها. زي الفل، المقادير على الشاشه دلوقتي، نقدر ان احنا نصورها بقى او نقراها مره ثانيه، احنا قلناها خلاص. طيب حطيت اللحمه وحطيت البصل، هحط دلوقتي ايه؟ هحط دلوقتي الثوم. حطيت الثوم، هدي تقليبه كمان. اختيارنا لقطعه اللحم دي مناسب جدا علشان الوصفه دي ما بتاخدش وقت على النار، فعشان هي ما بتاخدش وقت على النار خدنا نوع من انواع اللحمه اللي ما بياخدش وقت علشان يستوي، يا دوبك كده بيقعد على النار 3 4 5 دقائق بالكتير جدا. هنزل دلوقتي بالفلفل المتقطع شرايح وادي له كده تقليبه، ازود شويه ملح وفلفل بقى عشان الخضار اللي انا زودته ده، شويه فلفل اسود. وزي ما كنا بنقول احنا مش عايزين الخضار يستوي زياده عن اللزوم، عايزين الخضار يبقى مقرمش كده في الوصفه دي، فمش هنسيبه كتير على النار، حالا هنشيل الخضار ونشوف هنعمل ايه تاني بعد كده. انا هسوي اللحمه وهسوي الفراخ ومش هعمل السندوتشات غير في نهايه الحلقه عشان نشوف على طول الشكل النهائي بيبقى شكله عامل ازاي. تقليبه كده لطيفه، خلاص فاضل 30 ثانية ونشيل اللحمة دي من على النار. حلو جدا، هاخد اللحمة دي من على النار كده واحطها هنا في الطبق. يلا بص عليها بس كده يا ابو حميد.
شايفين الخضار، هي دي التسويه اللي احنا محتاجينها، عايزينه يبقى بيقرمش. ده بيعمل حاجه لطيفه جدا، بيخلي كده في اثاره في المضغ. لما نيجي نمضغ كده الوصفه دي او الاكل ده او الساندوتش ده عامه، بيبقى في حته طريه اللي هي اللحمه استوت خلاص، الخضار لسه مقرمش سنه، فبيعمل كده ايه كونترست لطيف كده في المضغ. في نفس الطاسه دي هعمل ايه، هاجي هنا هجيب الزيت واسخن شويه زيت كمان، واقول لكم المقادير اللي بعد كده. ايه المقادير اللي بعد كده؟ الفراخ هنعملها ازاي او مقاديرها ايه؟ صدور فراخ متقطعه شرايح، معلقتين ثوم مفرومين، معلقه جنزبيل فريش، وده هيبقى طعمه حلو جدا وريحته حلوه جدا، هنتكلم عنه وهنشوف هيحصل ايه فيه بالظبط. 4 معالق عسل ابيض و4 معالق صويا صوص زي الفل. الوصفه دي مسكره ومززه في نفس الوقت، المزازه هتيجي من الصويا صوص والتسكيره هتيجي من العسل، والطعم او العطر الريحه العطريه الجميله بتاعت الاكل هتيجي من الثوم والجنزبيل الفريش اللي هيتشوحوا، وهنشوف هيحصل فيهم ايه بالظبط. عندي هنا كده الزيت على النار اهو، هشوف سخن ولا لسه، هنعرف ده عن طريق الصوت. تعالوا نجيب معلقه ثانيه، لا دي مش حلوه دي، احب المعلقه دي اكتر. هاجي هنا زي الفل، الفراخ اهي في النص، هنزل بالجنزبيل الفريش والثوم المفروم، وهاجي هنا هحط شويه زيت على الجنزبيل والثوم، دول هيساعدهم في ان هما يستووا اسرع ويطلعوا ريحتهم ويتحمروا كويس. الريحه هنا خطيره. ندي تشويحة كده للجنزبيل مع الفراخ وندي تقليبة. أول ما الفراخ تبتدي تبيض ده معناه إن هي بدأت تستوي، صدور الفراخ بتستوي بسرعة جدا ما بتحتاجش وقت في التسوية، وكل ما تقعد على النار أكتر كل ما تنشف أكتر، على عكس اللي أنتم متوقعينه. أنتم بتبقوا متخيلين ساعات، أو في ناس بتبقى متخيلة إنه الأكل كل ما يقعد على النار أكتر كل ما يطرى أكتر، لا ده مش صح. اللحوم اللي ما فيهاش كولاجين، يعني مثلا الموزه، فعلا كل الموزه الضاني او الموزه الكندوز كل ما تقعد على النار اكتر كل ما تطرى اكتر وتبقى دايبه كده، لكن مثلا حاجه زي صدر فرخه او قطعه لحم مثلا من اي نوع من انواع الستيكس، البيف فيليه مثلا اللي هو العرق الفليتو او اي نوع من انواع الفليهات، كل ما يقعد على النار اكتر كل ما ينشف اكتر، فمش من مصلحتنا ابدا ان احنا نسيبه على النار فتره طويله. هنزل دلوقتي بالصويا صوص، حطيت الصويا صوص، هدي تقليبة بعد ما حطيت الصويا صوص. طيب كده الصويا صوص ادت حدوقية او ادت طعم مالح للوصفة، ايه اللي هيعدل الطعم ده؟ اللي هيعدل الطعم ده هو عسل النحل اللي هينزل كده ايه؟ يعني يدي تسكيرة حلوة جدا للوصفة دي. هنزل كده بعسل النحل هنا زي ما انتم شايفين كده، كفاية كده خلاص، وادي كده تقليبة عسل النحل مع الصويا صوص مع ريحة طبعا الجنزبيل والثوم اللي كانوا موجودين من بداية الوصفة اللي احنا شوحناهم في الأول خالص. هسيبهم كده على النار 30 ثانية، في ال 30 ثانية دي هروح أنا أجيب طبق كده جميل. الطبق ده هو الطبق اللي أنا هغرف فيه، زي ما غرفت اللحمة كده وحطيتها قدامكم وبعدها سنة، وهغرف الفراخ دلوقتي، نديها بس تقليبة قبل ما نغرفها عشان هي خلاص مش محتاجة وقت أطول من كده، لو قعدت أكتر من كده اللحم بتاعها هيبقى بيشد هتنشف، وده أنا مش عايزه يحصل. هاخد كده الفراخ دي من هنا وأروح جاي عند الطبق وأنزلها هنا في الطبق. يلا بص عليها كده يا حبيبي، بصة فراخ بالصويا صوص والعسل، شكلها يشرح القلب. طيب إيه تاني هنعمله؟ شايف ان احنا ناخد فاصل، عشان بعد الفاصل هنرجع نعمل السلطه، سلطه البيكو دي جايو. بعد ما نعمل سلطه البيكو دي جايو هنجمع بقى المكونات دي كلها مع بعض، هنعمل السندوتشات اللي احنا هنعملها النهارده، سندوتش الفراخ اللي بالصويا والعسل، ونعمل سندوتش فاهيتا اللحم، ونعمل سندوتش نباتي كده لطيف جدا للناس اللي ما بتحبش البروتين الحيواني، هيعجبهم جدا كمان، ونقدم سلطه البيكو دي جايو. استنوا
اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل خلصنا فهيت اللحم، خلصنا الفراخ اللي بالصويا والعسل. هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نعمل السلطه، نعمل سلطه البيكو دي جايو ونشوف بتتعمل ازاي وشكلها بيكون ازاي بالظبط. هي سلطه بسيطه جدا، مكوناتها مش معقده وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت في العمل، وطعمها حلو جدا وقريبه وشبه الاكل اللي احنا بناكله في مصر هنا عادي جدا او في الوطن العربي. هحط ايه؟ اقول لكم مقاديرها، تعالوا نقول لكم مقاديرها. يلا مقاديرها كالتالي: بصل مفروم، طماطم، عايز نرجع ماشي، يلا رجعت لك الطماطم تاني مكانها. يلا بص عليها: بصل مفروم، طماطم مفرومه، بقدونس مفروم، هنحط معلقه هوت صوص، ودي مش في الوصفه، دي احنا مزودينها، ملح وفلفل. ايه كمان ممكن يتضاف للوصفه دي؟ ورق كزبره، ينفع يتضاف كمان كمون حب مفروم بالسكينه، هيدي طعم حلو جدا لان الكمون الحب بيبقى لسه محتفظ بنكهته، لسه طعمه بيبقى قوي جدا جواه، فلو جبناه كده وبالسكينه فرمناه وحطيناه على الوصفه دي هيبقى خطير جدا. هنعمل ايه؟ يلا نبتدي نجمع المكونات دي مع بعض. هاخد الطماطم نحطها هنا في الطبق، نحط عليها البصل، وناخد ورق الكزبره. كل اللي احنا محتاجين نعمله هنجيب بس معلقه كده، معلقه صغيره يعني معلقه اكل مش معلقه تانيه، واخد رشه من الملح خفيفه. الملح والفلفل بيتحطوا على السلطه قبل التقديم على طول، رشه ملح ورشه فلفل اسود. وبعدين هاخد بقى رشه من الهوت صوص ده وهنزل بيها هنا، ثلاث معالق كفايه قوي. بس كل اللي احنا محتاجين نعمله هو ان احنا نقلب الخلطه دي مع بعض. بص شكلها حلو ازاي، احمد هيجيبها لكم دلوقتي. السلطه دي تتحط على الاكل الفريش، تتحط على السندوتشات السخنه، تتحط على الاكل السخن، كل ده هيليق معاها. انا خلصت السلطه دي، حطها هنا كده على جنب، وتعالوا بقى نبتدي نعمل السندوتشات. يلا بينا. جبت هنا طاسه وبسخنها على النار، ممكن نعلي درجه حرارتها شويه، وهجيب فيها شويه من الزيت كده، وممكن اجيب مثلا فرشه او حاجه وافرد بيها الزيت ده. الفرشه هفرد بيها الزيت ده. التورتيه بالجبنه هنعملها اخر حاجه خالص في السيجمنت الاخير. يلا بينا. لا ما تقلقش تقلقش تقلقش. هعمل ايه بقى؟ تعالوا نجيب الكاتنج بورد الطويله دي، عايزها انا قوي. هنبتدي بقى دلوقتي نعمل السندوتشات. هقرب مني الفراخ، وهقرب مني اللحمه والسلطه كمان، عشان هقول لكم هنعمل ايه بالسلطه دي، حاجه لطيفه جدا. ونجيب كده ايه مساكه ونشوف هنعمل ايه سوا. هنا في طاسه على النار فيها زيت خفيف بتسخن اهي، وهجيب هنا ورق العيش، ورق التورتيه اللي احنا عملناه قبل كده في حلقه من الحلقات وشفناه بيتعمل ازاي. مقاديره هي عباره عن ميه ودقيق وملح وبس، ما فيهوش زيت، ما فيهوش خميره، ما فيهوش اي حاجه خالص. طيب هنعمل ايه؟ تعالوا نعمل ساندوتش من ده وساندوتش من ده ونشوف هنعمل ايه بالظبط. طيب هاجي كده هنا اخد شويه من الفاهيتا، فاهيتا اللحم، هحطهم كده في تلت الساندوتش الاولاني اللي ناحيتي، وبعدين هضغط عليها والفها كده. ممكن الحشو تبقى اكتر، ممكن الحشو تبقى اكتر حسب الرغبه. واخد العيش ده احطه هنا كده يمسك ويسخن. يلا نعمل كذا واحد. نيجي هنا زي الفل. يلا تعالوا نعمل تاني فاهيتا لحم. ما تحطوش بقى الفاهيتا بالصوص اللي معاها، عايزينها كده ايه من غير الصوص ده. وبعدين نمسك العيش ونيجي كده هنا نلف اللفه الجميله، وناخد ده نحطه هنا برده في الطاسه. ممكن نعلي بقى درجه حراره سنه كده، ممكن نعمل اتنين كمان لحم، وبعدين نعمل اربعه فراخ زي ما عملنا كده اجمالي اربعه لحم، نعمل اجمالي كمان اربعه فراخ. ايه يا حبيبي قول لي. هنفرد هنا الكوارع، بس يا احمد بيبقى ليها اثار جانبيه. اصل احنا قبل الحلقه دي احمد عبد الحميد كان عازمنا على فتة كوارع. حبيبي يا احمد. وبعدين ندي كده لفه وناخد الرغيف ده كمان نحطه هنا.
خلاص خد لسعة من هنا، خد لون، ممكن أقلبه وهزق ده شوية كمان كده عشان هحط الرغيف كمان هنا، آخر رغيف لحمة هعمله عشان أخش بعد كده بقى على الفراخ. يلا بينا. هفرد هنا كده الفاهيتة بالخضار بتاعها، وبعدين همسك العيش ألفه بالشكل ده، يعني حاولوا تضيقوا قدر المستطاع، ما تخلوش العيش مهوي. دي خلاص كده قربت تبقى جاهزة. تعالوا نعمل فراخ بقى، يلا بينا. يلا بينا. زي ما عملنا لحمة كده هنعمل فراخ، برضو هناخد الفراخ من غير الصوص اللي نازل منها، الصوص اللي نازل منها ده بقى ممكن ايه؟ يبقى دب. يعني ايه دب؟ يعني ممكن ناخد الساندوتش كده ونغمسه في الصوص ده قبل ما ناكله على طول. يلا بينا. هيجي هنا كده هلف لفه. ممكن تعملوا بقى كمان واحد بالسلطه، السلطه اللي احنا كنا بنستخدمها دي او اللي احنا كنا بنعملها دلوقتي. هخلي ده هنا كده على جنب عشان لما اللحمه تطلع احط مكانها ايه؟ احط مكانها الفراخ. انا عايزكم كمان تعملوا العيش ده في البيت زي ما عملناه قبل كده، كان سهل جدا وسريع، ما خدش مننا وقت، ما خدش مننا مجهود. تعالى ناخد شوية فراخ كمان عشان كده اللي هياكل المسانش ده ينبسط كده. تقدروا طبعا انتوا تزودوا وتقللوا الكمية على حسب الرغبة، في ناس بتحبش الساندوتش مليان قوي، في ناس بتحبه كده ايه محشي ومليان كده وبخيره، على حسب يعني انتوا ايه بتحبوا ايه. محتاج اشيل الرغيفة اللي انا حطيتها في الاول، خلاص هي كده تمام. ده محتاج يتقلب لسع سنة، ده خلي بالنا في اللي بعديه. ونيجي هنا نكمل الفراخ. يا سلام على نبهتك، انبه مخرج في مصر. سلام يا حبيبي. بالظبط كان هيحصل كده بقى، بس هبتدي بقى دلوقتي الف الفراخ زي ما عملت في اللحمه بالظبط، انت حبيبي من زمان. وبعدين ندي لفه كده، نعمل واحد فراخ كمان قبل بقى ما ناخد الاربعه فراخ دول نحطهم في الطاسه زي ما عملنا في الاربعه اللحمه التانيين. ريحة الفراخ حلوة جدا، ريحة الجنزبيل، بصوا الجنزبيل من المكونات اللي الريحة العطرية بتاعتها عالية جدا، يعني إيه ريحة العطرية؟ يعني نكهتها كده قوية جدا وعالية جدا، فلما بتتحط على وصفة بتخلي طعمها ظاهر قوي، بس بشرط، شرط واحد بس، إيه هو الشرط ده؟ إن إحنا ما نحطش كمية كتيرة من الجنزبيل أو الثوم أو البصل، أي حاجة ليها نكهة قوية، مش عايزين نحط منها كمية كبيرة، علشان لو عملنا كده الريحة القوية دي هتغطي على ريحة الأكل نفسه. وده مش الهدف ابدا، يعني مش الهدف ابدا ان احنا نغطي على طعم وريحه الاكل الاصلي بالتوابل اللي احنا بنحطها، بالعكس. تعالوا نعمل ده ميكس، ايه رايكم؟ هحط شويه كده هنا من الفراخ عليهم شويه من اللحم، فده ميكس كده ما بين فاهيتا اللحمه وما بين الفراخ اللي بالجنزبيل والصويا. ده بقى كده للايه؟ للاكيله كده. يلا نلفه لفه نفس اللفه دي كده. ناخده نحطه جنب اخواته هنا، خلاص عملنا شويه حلوين اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل نفس اللي احنا عملناه، تعالى ناخد دول كده نحطهم هنا. نفس اللي احنا عملناه في الفراخ هنعمله نفس اللي عملناه في اللحمه هنعمله في الفراخ بالظبط. هيجي هنا كده حاطط العيش، ممكن نهدي بقى الحراره سنه كده عشان ما تبقاش عاليه زياده عن اللزوم. يلا مش عايز اكتر عشان ياخدوا حقهم، هنزعيهم بس بشويه زيت كده صغيرين قوي زي ما انتم شايفين كده في الشاشه، شويه زيت صغيرين جدا كده هيساعدوا في ان هم ياخدوا لون اسرع ويستووا احسن. وهشقر عليهم بسرعه. يلا بصوا انا قلبتهم خلاص، انتم شايفين اكيد
احمد جايب لكم الشاشه. تمام زي الفل. تسلم يا ابو حميد، الله عليك يا احمد. لا احمد فوزي تقولش كده، الف سلام عليه. طيب خلاص انا كده خلصت الفراخ دول، تعالوا نجيبهم هنا كده على جنب. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط بقيه الفراخ علشان هطلع فاصل، وبعد الفاصل احمد عايز تطلع فاصل ولا نعمل؟ طيب هنطلع. خلاص حطيت بقيه الفراخ اهو، هسيبهم على النار. قبل بس ما اسيبهم على النار هعمل زي ما كنت بعمل من شويه، رشه صغيره كده من الزيت خفيفه خفيفه خفيفه، وبعدين هطلع فاصل علشان هرجع نقدم السفره، نقدم السلطه مع السندوتشات دي ونقطعها ونشوف الساندوتش الاخير، الساندوتش النباتي. هطلع فاصل وارجع لكم مره ثانيه. استنى يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل كنا سوينا فاهيتا اللحمه، وسوينا الفراخ اللي بالصويا صوص والجنزبيل والعسل، وعملنا سندوتشات الفراخ واللحمه. ايه اللي هعمله دلوقتي؟ السلطه اللي احنا عملناها اللي هي البيكو دي جايو دي هتتقدم في نفس الوقت مع السندوتشات اللي احنا عملناها. انا هعمل ايه بس في طبق التقديم، وانا يعني بفضل ان هو ما يكونش طبق، يكون حاجه خشب كده، اي قطعه خشب موجوده عندكم. هعمل ايه؟ هغرف عليها السلطه، وفي نفس الوقت هغرف عليها الجبنة والفاصوليا الحمراء. هنشوف ده سوا حالا دلوقتي. السلطة اهي، انا عايز السفرة يبقى شكلها شهي كده. مرة كنت باكل عند حد صديقي، هو من اثيوبيا، بيعملوا ايه بقى؟ بياكلوا على طبلية، والطبلية دي ما بيفرشوش عليها مشمع مثلا او يحطوا فيها اطباق، لا هما بيعملوا عيش، العيش الشعبي بتاعهم عامل زي القطايف كده بس كبير. العيش ده بيغطي الترابيزه كلها، بيغرفوا الاكل على العيش زي ما انا عملت كده. انا غرفت السلطه على عيش التورتيه، هما بيعملوا كده برضو، بس التورتيه او العيش بتاعهم يعني اللي شبه القطايف الكبير ده بيبقى مغطي الترابيزه كلها. فهما بياكلوا بيبقوا طبعا هما بياكلوا بايديهم، فبياخدوا الاكل كده من على الترابيزه بالعيش بالاكل كله، تحسوا كده ان هما ايه بيتعاملوا مع الاكل كده بمحبه وبيقبلوا الاكل كده. طيب هاجي هنا احط شويه كده من الذره والفاصوليا الحمراء. وفي ناس طبعا في دول مختلفه من الدول الشقيقه بيعملوا كده برضه. وبعدين هاجي هنا كده اجيب شويه من الجبنه. الاكله دي كمان ممكن تتاكل، عارفين مع ايه؟ مع ساور كريم. احنا جايبين ساور كريم كمان حاطينه هنا، هنشوفه مع بعض حالا. جبنه شيدر صفرة وجبنه شيدر حمراء، والسلطه في النص كده. مش فاضل بس غير الهالوبينو، الفلفل الحامي الجميل ده. لو اي واحده كده خرجت ولا حاجه هنجيبها نقفشها، ما تقلقوش. هقرب بس كده الهالوبينو شويه من طبق السلطه ده، وبعدين هاجي هنا اجيب السندوتشات. اخد كل واحد كده اقطعه نصين، ونبتدي نحط السندوتشات هنا، سواء بقى الفراخ او اللحمه اي واحده فيهم. الساور كريم بقى هيهدي شويه الحميان بتاع الهالوبينو، لو انتوا بتحبوا الحامي وفي نفس الوقت عندكم مشاكل انه يعني ايه تحسوا ان هو شديد شويه، الهالوبينو ده او الساور كريم عفوا هيهدي الحميان شويه بتاع الهالوبينو، هيدي كده ايه هيريح الدنيا خالص. يلا كفايه، مش هحط ساندوتش كمان، يلا بينا. كنت بفكر ما احطش تاني، بس خلينا نحط ساندوتش اخير.
يلا. هي دي السفرة. طبعا قدموا الأكل ده مع الساور كريم زي ما كنت بقول لكم، هيدي طعم حلو جدا شهي ولذيذ. شايفين السفرة سهلة جدا وبسيطة جدا وما خدتش مننا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. دي كانت حلقة النهاردة. النهاردة عملنا وصفات مكسيكية سهلة جدا وبسيطة جدا زي ما انتم شفتوا كده. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. اللي ما شافهاش من بدايتها يقدر يتابعها في الإعادة الساعة 6 صباحا بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد.